بعد حملة استثنائية شارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، توجه سكان جورجيا لصناديق الاقتراع اليوم لاختيار عضوي الولاية في مجلس الشيوخ في الانتخابات الفرعية التي سيكون لها تأثير حاسم على ولاية الرئيس الديمقراطي الجديدة. فإذا تمكن المرشحان الديمقراطيان جون أوسوف ورافائيل وونوك من هزم السيناتور الجمهوري ديفيد بيردو والسيناتور كيلي لوفلير، فسيكون مجلس الشيوخ الجديد تحت سيطرة الديمقراطيين، ما يمكن بايدن من الاعتماد على كونغرس ديمقراطي بالكامل لإنجاز برنامجه. بايدن أعلن خلال تجمع انتخابي أن جورجيا يمكنها أن تغير المسار ليس فقط للسنوات الأربع المقبلة بل للجيل القادم حسب تعبيره. ويثير هذا الاحتمال مخاوف كبرى لدى الجمهوريين الذين لوحوا بقيام حكومة راديكالية اشتراكية حسب تعبيرهم. أستاذ توفيق طعمة معي من كاليفورنيا. أستاذ طعمة، لما كل هذا الزخم لهذه الانتخابات التكميلية لمقعدين في مجلس الشيوخ؟ هل تعتقد بأن فعلا هذين المقعدين ربما يكون تحديد من سيشغلهما مصيري لكلا الحزبين؟ نعم أخي جمال، يسعد مساك ويسعد أوقات المشاهدين. نعم بالتأكيد، يعني هنا هذه المقعدين عن ولاية جورجيا قد يحسمان من هو سيقود مجلس الشيوخ للفترة القادمة للأربع سنين القادمة، وقد يغير من ملامح ويغير من وجه السياسي الأمريكي في المستقبل، لأن سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ طبعا الآن، وإذا تم وإذا فاز المنتخبان من ولاية جورجيا بهذا المقعدين ستكون الخسارة إلى الحزب الديمقراطي. صحيح أن الحزب الديمقراطي يسيطر على مجلس النواب الآن وللأربع وعلى الأقل للسنتين القادمتين سيكون، لأن كل سنتين يكون هناك في انتخابات لمجلس النواب. أما بالنسبة يعني لمجلس الشيوخ، لأن مجلس الشيوخ يعني في يده قرارات مصيرية، يعني هناك بعض الأحيان بعض المشاريع التي تقر في مجلس النواب يجب المصادقة عليها. طيب نعطي مثال أستاذ توفيق، لنعطي مثال، ما هي الملفات الحساسة التي فعلا يحتاج بايدن فيها لأغلبية في الكونغرس في مجلس الشيوخ تحديدا؟ يعني مثلا موازنة، يعني موازنة السنوية لوزارة الدفاع مثلا، هناك أيضا فيما يتعلق في برنامج الرعاية الصحية وأمور داخلية كثيرة، يعني لا يمكن للرئيس الموافقة عليها إلا بموافقة أيضا مجلس الشيوخ. أيضا هناك شيء آخر أخي جمال، عندما تم محاكمة ترامب على يعني على ما قام به مع أوكرانيا والضغط على رئيس أوكرانيا يعني لمحاكمة ابن جو بايدن للتأثير على الانتخابات، أيضا عندما تمت محاكمته تم إدانته في مجلس النواب المسيطر عليه ديمقراطيا، لكن عندما ذهب إلى مجلس الشيوخ تم إبطاله لأنه المسيطر عليه هو الحزب الجمهوري. فإذا سيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ، هل تعتقد أن ملف تجريم ترامب المثقل بكثير من الدعاوى يمكن فعلا أن يحضر بقوة في السنة الأولى لولاية بايدن؟
أنا أعتقد ذلك، لأن الآن هناك قضايا تم رفعها حتى خاصة في ولاية نيويورك، هناك تحقيقات، هناك قضايا، أنا أتحدث عن تحقيقات الآن، هناك ملفات أو أمور تم استحقاق فيها في أمريكا ضد ترامب وضد الشركات تعامل معها، وأيضا ضد خاصة المكالمة الأخيرة التي اتصل فيها مع سكرتير ولاية جورجيا لحثه على الانقلاب على نتائج الانتخابات. هذا يعتبر بنظر القانون وبنظر يعني المشرعين أن هذا عمل جنائي، وهناك فتحت وكالة المخابرات الأمريكية FBI الآن فتحت تحقيق في هذا الأمر، وقد يحاكم الرئيس أيضا على هذه على هذا الفعل الذي قام به. طيب من الآن بالنسبة لأداء الحزب الجمهوري أستاذ توفيق، إلى أي مدى تأذى من الصورة التي رسمها الرئيس ترامب خلال تصرفاته الأخيرة وآخرها الطلب من سكرتير جورجيا التدخل لتغيير نتيجة الانتخاب؟ هل فعلا يمكن أن نقول بأن ما فعله ترامب خلال الانتخابات الرئاسية وفضيحة تسريب الاتصال قد أضرت بالجمهوريين؟ نعم بالتأكيد، هذا أضر بالحزب الجمهوري بشكل خاص، وأيضا أضر بالديمقراطية الأمريكية. يعني المواطن الأمريكي الآن اللي يعني بدأ يشكك بالديمقراطية الأمريكية، والعالم كله يعتبر أمريكا هي أم الديمقراطيات، وأمريكا يعني تدفع الملايين مئات المليونات الدولارات لتحسين صورتها في جميع أنحاء العالم على أنها دولة ديمقراطية. فكل ما عمله ترامب هو نسف جميع هذه الأمور وقيض الديمقراطية الأمريكية، وأيضا هذا لا يساعد الحزب الجمهوري الحزب نفسه، لأن هناك أيضا هناك أكثر من 120 أو 140 مشرع أمريكي من حزب من المجلس النواب ومجلس الشيوخ أيضا من يدعمون ترامب أيضا في يوم غد عندما يتم التصديق بشكل نهائي على الرئيس بايدن هو رئيس البلاد. هناك ستكون معارضة من مجلس من أعضاء الحزب الجمهوري. هنا أيضا هناك في معسكر آخر من الحزب الجمهوري يرفضون هذا بشكل تام، وكان على رأسهم 10 من القادة العسكريين أو من وزراء الدفاع محسوبين على الحزب الجمهوري عندما اعترضوا على ما قام به ترامب في تشكيكه في نتائج الانتخابات. طيب الآن توفيق، إلى أي مدى يمكن أن تصدق استطلاعات الرأي الأخيرة التي معظمها حسب ما أرى ترجح فوز الديمقراطيين بهذين المقعدين؟ يعني قد تكون هذه دقيقة، يعني الاستطلاعات الرأي يعني في معظمها في أمريكا هي يعني قريبة إلى الدقة، لكن قد يحدث أي شيء في آخر لحظة لا نعرف. إذا كانت هذه الاستطلاعات تشير إلى أن الديمقراطيين هم من سيقودون هذه المرحلة خاصة في مجلس الشيوخ، أعتقد هذا سيكون شيء إيجابي بالنسبة بشكل خاص للديمقراطية الأمريكية في أمريكا. والشيء الآخر على الحزب الجمهوري أن يعيد حساباته، حتى إذا يريد الخوض في انتخابات قادمة عليه أن يوحد نفسه، لأنه الآن الانقسام واضح جدا بين الحزب الجمهوري، بين الجمهوريين من جهة، وأيضا بين الحزب الجمهوري والشعب الأمريكي والذي صوت إلى ترامب. هناك انقسام غريب، انقسام غير مسبوق، الذي سببه طبعا سياسة ترامب في البلاد، فهناك انقسام كبير جدا. طيب إلى أي مدى ستعبر مظاهرة نيويورك عن هذا الانقسام بتمظهرها العنفي، حيث البعض حذر من أن يكون هناك استخدام للسلاح وحمل للسلاح في هذه المظاهرة؟ نعم، هناك قد يكون هناك حمل للسلاح، لأن هناك ولاية واشنطن في بعض الولايات تسمح بحمل السلاح، هناك ولايات تسمح باقتناء السلاح ولكن ليس حمل السلاح، لكن في ولاية واشنطن قد يسمح لهم بحمل السلاح، ولكن لا أعتقد أنها ستكون هناك مواجهة مسلحة، ستكون هناك كمظاهرات كسابقات، هناك عدة مظاهرات حدثت في السابق، كانت هناك بعض يعني الملاسنات بين الفريقين، يكون هناك أيضا فريق بايدن موجود يتظاهر على الجهة الأخرى، وكانت هناك بعض المشاحنات وبعض يعني
تبادل الضربات بين الجميع، لكن أن تكون خارج السيطرة أو تخرج عن السيطرة باستعدادهم للسلاح واستخدامهم لأشياء العنف، يعني من حرق للمحلات وحرق للسيارات، أنا لا أتصور ذلك. قد تكون هي فعلا هي آخر محاولة من إدارة ترامب لقلب نتائج الانتخابات، منها كما تفضلت يعني حضرتك أنه عن نتائج الانتخابات في جورجيا، وأيضا من خلال المسيرة التي سيكون فيها اليوم أو غدا التي يتم التصديق على بايدن رئيس المنتخب للبلاد. شكرا لك الباحث في الشؤون الأمريكية توفيق طعمة، كنت معي من كاليفورنيا.